دابا سي ديفيسيل لان ما يمكنش تلعب تحيف لان تحيف صعيب ما دخلش الاجواء ما دخلش الاجواء ولا طون جو ما عندوش يلا عنده وقع واحد 20 ميم با كاع ما كاينش دي مينوت عنده دي مينوت في رجله دونك ما يمكنش العزوزي انا انا جي بريفير انا يدير ميلي تيران ديفونسيف مع مع ريتشاردسون ولا كدير كان مع بوقامير مع تبارك الله تيرغالين دار واحد الدور كبير العزوزي ولا ميم بوقامير على مستوى الضربات الراسيه ولا لحتي معايا ما كاينش كيربحوش لي ديويل ما كيربحوش لي ديويل كيربحوش لي ديويل مجموعه من المقابل انا راه ما كنعرفش ثلاثه المقابلات شتم ديويل اي غيان ربحوا تبور فرا وشحال مره راه تناقش معك في هذا الموضوع حضرنا المقابله المقابله وي كونتيسيبي وشوما كونتيسيبي وكيتسنى وعندهم عندهم الخدمه ديال الميليتير هذيك الخدمه ديال الميليتير جوج كواري للصندوق لاطاكون كيفاش القراءة ديالو كيفاش اون سي بي خطفو دابا اش كيبقى حيت هو ما عندوش لي روبير العوان وصراحة روبير ملي كيرا ماشي حرفة وي دابا انا ملي غادي نكون ولاعب وعارف وراه يدير لي ماركاج والسونتراج جاي انا القراءة ديالي خصها تكون مسابقة للقراءة ديال المهاجم راه اللي قرا الاول اللي سبق صافي كيقضي الغرض هذا هو الحرفة اللي عند المهاجم عند الحرفة خصني نقاريه انا ملي غادي يكون السونتراج خصني نعرف فين غتهبط جي برو بوطو خصني انا هي لا جي خصني ديك الخطوة الأولى نكون سابقو اما بقيت غنوقف ونتسنى حتى تجي تقرب عدد مزيد مشى لي اللي قدر غلط قد هذا هو اللي طرأ في المقابله ديال العراق يعني دابا هذاك اللاعب المحوري اللي عندنا الاشكال فين كاين هو في هذه الكرات العاليه ملي كتجي السي وكنتخوفوا منها لان اللاعبين الله يحسن هو وسط الميدان وما عندهمش لو جو اريا ما متفوقينش فيه لان ما لعبش هذاك البوست بزاف ما محتكش بزاف مع المهاجمين بزاف جا حتى اول مره ديالو مصطفى ماشي البوست ديالو